من نبتة الباك تشوي راح نسوي أكلة أشورية اسمها يربة. أني جبت بيبي باك تشوي راح أغسله، ننتقل للمرحلة اللي بعدها. بعد ما غسلناها قسمتها شوي، بس قطعتها من النص يعني ما صغرتهم، راح أسلقها. سلقت الباك تشوي وراح أشيلها وأخليها على جهة حتى نحضر بقية الشغلات. والباك تشوي ما ينسلق هواي، ديروا بالكم لأن نبتة كلش طرية. ما صفيناه ونشفناه من الماء راح نخليه نعناع فريش أو مجفف اللي متوفر. ملح، فلفل أسود، بصل. أنا استعملت بصل حلو قطعته كلش ثن. نضيف المكون الأساسي اللي هو الراشي. هسه نخبط كل شيء سوا. كملت السلطة مالتي، راح أخلي عليها عصير حامض وألف صحة وهنا.